إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش، ولكن رضي بالتحريش، أي بين المسلمين. إن الشيطان، أي رأسهم وكبيرهم، وهو إبليس الملعون لعنه الله جل وعلا، قد أيس أي قنط أن يعبده المصلون، أي أن يعبده المؤمنون. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالمصلين لأنها من أخص صفاتهم، ولكن رضي بالتحريش، والتحريش هو الإغراء والتهييج، إغراء القرن بقرنه والنظير بنظيره حتى تحصل العداوة، فإذا حصلت عند ذلك انشرح وفرح لعنه الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إبليس يكافئ أتباعه من الشياطين، يكافئهم بأن يضع التيجان إكرام وتحفيز للإضلال والإغواء. روى مسلم أيضا في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء على البحر، ثم يرسل سراياه، له جنود وله جيش وله سرايا، يرسلها لإفساد وإضلال المسلمين، للتحريش بينهم. قال: فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة، يأتي إليه أحدهم ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أخيه،
فيقول له لم تصنع شيئا، ويأتي الآخر ويقول لم أزل به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول له نعم أنت، فيلتزمه يحتضنه فيلتزمه ويضع عليه التاج، يضع عليه التاج مكافأة له لأنه فرق. ولهذا السحرة الذين ورثوا هذا العلم الضار عملهم أنهم يهدمون ويفرقون ويصلون إلى أعظم علاقة، وهي العلاقة بين المرء وزوجه، لأن ليس هناك مودة ورحمة كما بين الزوجين، وجعل الله ذلك. يقول الله تبارك وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن يتعلمون كيف يفرقون. أعداؤكم من الجن والإنس، من شياطين الإنس والجن، إنهم يدرسون الخطط ويعملون العمائل التي بها يفرقون بين المسلمين. إبليس لعنه الله نزغ بين يوسف وإخوته وفرق بينهما وفعل ما فعل كما حكاه الله جل وعلا في القرآن الكريم. قال يوسف وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال نزغ الشيطان أي فرق بينه وبين إخوته من بلاد الشام وإلى بلاد مصر، إنها فرقة متسعة وسببها إبليس وأتباعه. أيها المسلمون، التحريش يحرم بين البهائم، بين الحيوانات التي لا تعي ولا تعقل، فكيف بين المسلمين؟ روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم، وورد في حديث مرفوع لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكره أن يحرش بين البهائم، بين الديكة أن يناقر بينهما، وبين الكباش أن يناطح بينهما، وبين الثيران كذلك أن يناطح بينها، وبين الإبل أن يصارع بينها، حتى وبين الكلاب يحرم عليه أن يحرش، أن يحرش بينها. لماذا؟ لأنها تتضرر بلا فائدة وبلا منفعة، ربما قتل بعضها بعضا أو شرح بعضها بعضا أو آذى بعضها بعضا على أقل الأحوال. التحريش ليس من أفعال المسلمين، ليس من أفعال المسلمين. روى الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة عن زوجها ولا عبدا عن سيده. يخبب المرأة يفسدها على زوجها، يأتي بكلام يضر بينها وبين زوجها. من أجل ذلك قال النبي: ليس منا من خبب امرأة عن زوجها. ليس هذا من أفعال المسلمين. وهكذا من حرش بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الشريك وشريكه، وبين الصديق وصديقه، وبين الراعي ورعيته، ليس هذا من دين الإسلام. أيها المسلمون، المحرش يعذب نفسه بيده، ويحرق حسناته بنفسه يقضي عليها، لأنه يقضي على المودة والمحبة والاجتماع وعلى الألفة. روى الإمام أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين هي أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. ثم قال: وإفساد ذات البين هي الحالقة، تحلق الدين كما يحلق الشعر، وتقضي على الدين. صاحبه، صاحب التحريش، يبقى بلا حسنات. تحريشه أكل الحسنات التي تعب في تجميعها. انظروا إلى ما روى وذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الشعبي عامر ابن شراحيل الهداني، كان من عقلاء الرجال، بل كان من الكمل. أرسله عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم. أرسل هذا الرجل الذي يتمتع بما يتمتع به من الخصال ومن الصفات. فلما وصل الشعبي إلى ملك الروم وسمع إلى قيله ونظر إلى شخصيته، فانبهر من هذا الرجل الذي بين يديه، فكتب ملك الروم في رسالة وأعطاها الشعبي، وقال له: اعطها أميركم. فأخذ الرسالة وجاء بها إلى أمير المؤمنين وأعطاه الرسالة، فقرأها الأمير. فلما قرأها قال: أتدري ما كتب فيها يا شعبي؟ قال: لا أدري يا أمير المؤمنين. فأعطاه الورقة، وإذا فيها: عجبت لأهل ديانتك، لم يسودوا ولم يولوا. هذا الرجل وهو بين أوساطكم. فقال الشعبي: يا أمير المؤمنين، لأنه رآني ولم يرك، ولو رآك ما تكلم بهذا الكلام.
ثم قال الوالي العاقل: يا شعبي، إنه أراد أن يغريني بقتلك، إنه أراد أن يغريني بقتلك، أن تأخذه الحمية والغيرة وأن يتخلص منه لثناء هذا الملك. فأخبر ملك الروم فقال لله أبوه: والله ما أردت إلا ذلك، ما أردت إلا أن أوقع به وأن يقتله. أيها المسلمون، المحرس يجب أن تفوت عليه الفرص ولا يجوز أن يطاع. يقول الله، يقول الله: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، حماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. قال ابن كثير: مشاء، أي يسعى، يسعى بالتحريش، يفسد، ينقل النميمة من هذا إلى هذا، يحرش بين هذا وذاك. فإذا اشتبكت الأيدي وانطلقت الألسن وجرت الدماء، ينكس على عقبيه كالشيطان الرجيم. ففوت عليه الفرصة، فوت عليه هذه الفرصة وهذا المحرّس. وهكذا المحرّشات من النساء لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال إلا إذا أوجدوا الفتن والمشاكل، بل ولربما الحروب، عياذا بالله جل وعلا. أقول ما قلت وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم: حمالة الحطب، أي تمشي بالنميمة، تحرش، تحرش بين النساء. وربما انتقل ذلك إلى الرجال. روى الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه مجاب الدعوة عن عثمان بن عطاء أن أبا مسلم كان إذا دخل إلى بيته طرق بابه فتفتح له زوجته فيسلم وترد عليه السلام، فإذا دخل إلى وسط داره كبر، وكبرت زوجته معه، فينزع ثيابه وينزع حذاءه، ثم يأتي وقد سرج له ووضع له العشاء، فيأكل ما يسر الله له ثم ينام. فأتى في يوم من الأيام وطرق الباب وسلم، فلم يسمع الرد، كبر فلم تكبر معه، أتى إلى داره لا يوجد عشاء ولا سراج، فأسرج لنفسه ونظر إليها
وبيدها عودة، بيدها عودة. قال: ما لك؟ ما الذي غيرك؟ قالت: أنت أبو مسلم، أنا أعمل، ألا أرسلت إلى الوالي أن يأتي لنا بخادم وأن تطلبه ما شاء الله فنأكل ونستفيد ونستريح؟ عرف من أين أتي، قام وصلى ورفع يديه وقال: اللهم ومن أفسد علي زوجتي فأعمي بصره، فأعمي بصره. هذه المرأة التي أتت إليها وأفسدتها في بيتها، والسراج والسراج، فإذا بها تقول: انطفأ السراج. قالوا: من طفأ؟ ذهب بصرها. وهذه القصة إن صحت فهي كرامة لأبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى. ثم طفئ بصرها وذهبت واعتذرت وأظهرت التوبة، تابت وأنابت، فدعا الله عز وجل لها فرد الله عليها بصرها. أيها المسلمون، هناك محرشون وهناك محرشات لا كثر الله فيهم ولا وفقهم، بل نسأله أن يهديهم إلى الصراط المستقيم. فلنحذر من هذه الطريقة الشيطانية الإبليسية التي من سلكها ووقع فيها إنه وربي على خطر كبير جدا، وهو من شرار الخلق. روى الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن ومن حديث عبد الرحمن بن غن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، الذين هم بريئون ويفسدون بينهم. فالحذر، وفقكم الله وسددكم الله. نسأل الله الكريم أن يحفظنا بحفظه. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يدفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والكفر والفقر يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع قلوبنا على الحق والهدى، اللهم اجمع قلوبنا على الحق والهدى يا رب العالمين. والحمد لله.